تخيلي كده لما تبقي قاعدة مخنوقة وزهقانة ومتضايقة وتلاقي الدعوة القمر دي جاية لك من قدام الكعبة. ربنا يكرمك يا منة ويبارك في عمرك ويرجعك لماما بألف سلامة. منة بنت منال، صاحبتي وأختي وحبيبتي قناة منوعات منال. مهما أشكرك مش هقدر أوفيكي حقك، ودي أول حاجة. تاني حاجة، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. أنا حرفيا عاجزة عن الشكر لكل متابعة في حضراتكم، بتتفرج لي على فيديو او بتحط لي لايك او بتدعمني بدعوة حلوة او بكومنت حلو. انا عارفاكم كلكم واحدة واحدة او متابعة متابعة، سواء الناس اللي داخلة باسمائها الحقيقية او الناس اللي داخلة باسماء مستعارة. ما تتخيلوش بستقطع وقت قد ايه علشان احاول على قد ما اقدر جاهدة ان انا ارد على كل الكومنتات اللي حضراتكم بتبعتوها. الفيديو بتاع امبارح واللي انا طالعه بقول فيه حاجة عادية جدا، ان الطاسة المحروقة نرميها طالما وصلت لمرحلة معينة. وكنت بحكي كده حكاية صغيرة، وما كنتش أتخيل كم الدعم وكم الدعوات وكم الكلام الجميل. أكتر من 150 كومنت كلهم يقدروا يرفعوا من معنويات أي حد وينقلوه في حتة تانية خالص. أنا من امبارح أنتم مش متخيلين مدى سعادتي بحضراتكم قد إيه. كل متابعة كتبت لي دعوة حلوة أو كومنت حلو أو كلمة حلوة زيها، ربنا يا رب يكرمكم ويفرحكم ويجازيكم كل خير ويقدرني واقدر اقدم لكم اي حاجه تقدر تفيدكم. ربنا اللي يعلم انتم فعلا اهلي واخواتي وحبايبي. بعتذر من كل قلبي عن كل كومنت بيعدي مني ما باخدش بالي منه، او اي حد بيسالني عن حاجه ما باخدش بالي ما بردش عليها، ابعتولي مره واثنين وثلاثه. طبعا ده غير الكومنتات اللي جات لي على الماسنجر في الفيس، ومش قادره اشكركم ولا عارفه اقول لكم ايه بصراحه. ربنا يكرمكم جميعا وما يحرمنيش منكم ابدا، ويديمكم نعمه في حياتي، لان انتوا فعلا مش مجرد متابعين ليا، وربنا لوحده اللي يعلم. انتوا اهلي واخواتي وعيلتي الجميله. بجد شكرا من كل قلبي، وبجد فعلا انا نفسيتي في السماء بسبب دعواتكم وبسبب كلامكم الجميل وبسبب دعواتكم لعمر. عمر ثانويه عامه السنه دي، باكد عليكم تاني ما تنسوهوش في الدعاء. ربنا ينجحهم وينجح كل اولادكم. واخر حاجه عايزه الفت نظر حضراتكم ليها، في كتير جدا ما يعرفش ان قناه ام روكا الكبيره اللي هي وصفات ام روكا اللي كان فيها فوق ال 100,000 سبسكرايب فيها مشكله دلوقتي، وبتنزل وصفاتها على القناه البديله حركات ام روكا. كلنا اتعلمنا منها واستفدنا منها كتير جدا، واعتقد هي تستحق دعم احسن وافضل من كده. فاتمنى ان اللي لسه ما اشتركش في حركات ام روكا يتفضل طبعا بالاشتراك، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يعوضها كل خير في حال ان القناه لا قدر الله ما رجعتش. وشكرا ليكم جدا، اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي على خير. السلام عليكم.